ويقول: ما مقدار وقت الفصل المعتبر لإعادة الركن الذي نسيه خلال الركعة أثناء الصلاة؟ نعم، ما مقدار وقت الفصل المعتبر لإعادة الركن الذي نسيه خلال الركعة؟ إعادة إيش؟ الركن الذي نسيه خلال الركعة أثناء الصلاة، وهل من خرج ما لم ينتقل إلى ركن آخر، ما لم ينتقل إلى ركن بعده فإنه يأتي بالركن الذي شك فيه، أما إذا دخل في الركن الذي بعده فلا يرجع، يستمر ويأتي بركعة كاملة، بعد يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي شك في ركن منها، تقوم التي بعدها مقامها ويلغي التي فيها الشك، يلغيها. نعم.